يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس النساء للخيط على هيئة أساور وقلائد مزخرفة، علما بأن من يلبسنها لا يعتقدن فيها شيئا، فهل ينكر عليهم؟ الخيط لا يلبس لا للمرأة ولا في زينة، المرأة تلبس الزينة من الحلي، أما الخيط ما في زينة إلا التشبه أو الاعتقاد، لا يلبس. نعم.